توقع بأن نشاهد مباراة كبيرة على الرغم من الأفضلية اللي يتمتع من خلالها الفريق الضيف في مباراة اليوم، خاصة وأنه خرج متقدم في مباراة الذهاب، لكن يمكن اعتبار مباراة الذهاب شوط أيضا لن يكتمل إلا بشوط ثاني في هذه المباراة والتأهل وتحقيق العلامة الكاملة. نتكلم عن قيمة وإمكانيات اللاعب ألفارو موراتا في هذه المباراة. يدخل المباراة بمعنويات عالية، خاصة وأنه تمكن من تسجيل 3 أهداف في آخر 3 مباريات شارك فيها. شوف تشكيلة أصحاب الأرض والجمهور في مباراة اليوم. واضح من الرسم التكتيكي وتوزيع اللاعبين بأن الفريق راح يلعب بطريقة 5-3-2 التقليدية. على الشاشة تشكيلة أتلتيكو مدريد، طريقة تقدر تقول متوازنة في خطة تقليدية 4-4-2. Thank you. Enjoy the game. لن تبدأ المباراة بشكل رسمي مع صفرة حكم اللقاء. انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها حارس، يذهب للإمساك بالكرة. تحت الضغط الآن، بيمر من المدافع. الله على اللقطة، يا سلام على المرور. خيمينيز، أنطوان كريزمان، توماس ليمار، برافو تدخل. شوف اعتراض الكرة، يب اختراق الآن، انطلق فيها كرة ممتازة باتجاه منطقة الخصم. تدخل خاطئ وبالتالي صافرة، ممكن يكون فيها كارت أصفر. كارت أصفر مبكر سيكون له مردودة على اللاعبين وليس فقط على اللاعب. اللاعبون الآن عرفوا كيف يتعاملوا مع حكم المباراة. استعادة الكرة بشكل ممتاز بعد ضغط متقدم. بإمكان إرسال كرة عرضية خطيرة الآن. فرصة لإرسال كرة في الشباك في منطقة الجزاء، يفتك الكرة بامتياز. تصويبه باتجاه المرمى، فرصة مثالية، 1-1. كم ممكن يقلص الفارق والعودة في هذه المباراة، لكن ضاعت، ومعها ضاعت أمان الجماهير. الله على هذه اللقطة، تمريرة ممتازة إلى الطرف، تمريرة كريزمان ما وصلت. كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. كريزمان دفاع بيخلصها بشكل ممتاز قبل ما تسبب مشاكل. كرة بتتحول إلى رمية تماس. كونور كويدي، حمل جيد في قطع الكرة. روبن نيفيز، فرصة خطيرة في هذه اللحظات. راؤول خيمينيز، كرة هدف في هذه اللحظات. فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. اعتراض من الجماهير على حكم المباراة،
بسبب تجاهله لركلة الجزاء تعتقد وترى بأنها كانت صحيحة. سأقول ألفارو موراتا لحظات وتنفذ رمية التماس. جواو موتينيو سأقول تدخل ذكي واعتراض الكرة. جوني مساحة أمامه على الجناح من الممكن استغلالها. تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. سأقول توماس ليمار شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. رودريجو كرة بينية فيها خطورة. هدف الافتتاح، الضربة الأولى، الاحتفالات تبدأ في المدرجات، اشتعلت الإثارة، قمة تتحول إلى قمة أخرى، مشتعلة الآن. شوف الإعادة، شوف المسافة القريبة اللي كانت، حارس المرمى ما كان عنده فرصة، ما كان عنده خيار لمنع هذه الكرة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. روبن نيفيز الأمطار تساقط على أرضية الملعب، الظروف ليست مثالية للفريقين، لكن محاولة التأقلم مع حركة الكرة، وبالتأكيد الفريقين عندهم قدرة على التعامل مع مثل هذه الظروف. أتلتيكو مدريد يلعب الكرة على الطرف بشكل جيد. ألفارو موراتا لكريسمان فيها خطورة. رودريجو يا الله على هذه الفرصة، لو دخلت الكرة كان هدف عالمي. شوف الكرة المقصية كان قريب من حارس المرمى، لكن الحظ في اللقطة الماضية ما حالف فرصة بتضيع. كرة بتتخلص بيقراها بشكل سليم. انطلاقة في الهجوم، مرور ممتاز من خط الدفاع. الله على التدخل في الوقت المناسب، الحارس ينقذ مرماه من انفراد صريح في اللقطة الماضية. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. الحارس يضربها بقبضة يده ويبعدها. يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. تحت الضغط الآن. دقيقتين بيحتسبهم حكم المباراة كوقت بديل. يهرب بالكرة، مر فيها، راح فيها، يخترق الدفاع. واحد على واحد أمام حارس المرمى، لكن الكرة بتروح. شوف اللقطة، ما حافظ فيها على هدوءه، سدد الكرة، استعجل فيها بشكل غريب. هذه راحت الفرصة، واحدة من أخطر المحاولات. توقع جيد في قطع الكرة. صافرة الحكم توني الشوط الأول 1-0. في رأيي أداء كان في الشوط الأول جيد جدا. الشوط الثاني ينطلق الآن، الأمطار ما وقفت، لا زالت الآن تتساقط على أرضية الملعب. سأقول موراتا فرصة هدف الآن. تبعد الكرة من أماكن الخطورة. موقف صعب مع هذه الضغوطات. ويلي بولي جوني صافرة من حكم المباراة ومخالفة واضحة. الحكم ما زال محافظا على هدوءه، يكتفي بتوجيه كلمة للاعب، على اللاعب أن يكون حذرا في قادم الأوقات.
نرى في الإعادة بأنها كانت عرقلة قوية، قدمه اتجهت مباشرة لقدم الخصم، خطأ صحيح. تدخل أيضا في اللقطة الماضية كان غير قانوني، في خطأ واضح وغير مبرر. تماس الآن، كونور كويدي، كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة، تحت الضغط في هذه اللقطة، كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساء، وتصويبة خطيرة، كرة تتهادى عند حارس المرمى. توماس ليمار، انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها رومان سايس، روبن نيفيز، راؤول خيمينيز، تسلل واضح، لاعب ما تحرك في التوقيت المناسب. ويلفرهامبتون يقوم بالتغيير في هذه اللحظات. الآن جاء الوقت اللي يستفيد فيه الجهاز الفني من دكة البدلاء، يدفع بلاعب جديد في أرضية الملعب للاستفادة من خدماته. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. كوكي، وقت التغيير الآن للفريق المستضيف، واضح ان المدرب اتخذ قراره. تمريره بالراس، هذه تصويبه، جواو موتينيو، تماس لاتلتيكو مدريد. ويلفرهامبتون يقوم بالتغيير في هذه اللحظات، دماء جديده في ارضيه الملعب، واضح انه راح يكون في نشاط اكثر، حيويه اكثر، تغيير ربما في طريقه اللعب وفي شكل الفريق. سأقول الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات، لأن عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. موراتا، جميل الكرة البينية، الله على النظرة، كرة عرضية ضعيفة لا تصل، يبعدها والمدافع. سأقول بيلعبها، كرة بيتغير اتجاهها بعد ملامسة المدافع وضربة ركنية. ركلة ركنية لأتلتيكو مدريد. دييغو سيميوني يقوم بالتبديل في هذه اللحظات، دور البديل لضخ دماء جديدة في صفوف الفريق، وربما أيضا لتكتيك مختلف من جانب المدرب في أرضية الملعب. دييغو غودين، تسديدة قوية جدا بتمر بجانب المرمى، أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة في المرات القادمة، لا بد من استغلال هذه الكرات. المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. رومان سايس، كرة بتتشتت من خيمينيز، ألفارو موراتا، هجمة بتنتهي بعد قطع الكرة. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم، يفتكها في مكان خطير. راؤول خيمينيز، خيمينيز، تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. Coming off the pitch, number two, Diego Godin.
Coming onto the pitch, number 21, Lucas Hernandez. Antoine Griezmann. Saul. شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. انطلاقة وبداية فرصة. تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية. يبعدها من مناطق الخطر. كوكي أنطوان غريزمان. ضغط كبير عليه. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ. تصويبة باتجاه المرمى. إعادة تظهر بأن كان بالإمكان. أفضل بكثير مما كان. تسديدة تقدر تقول بين قوسين طائشة الصراحة من اللاعب. ضيع فرصة التسجيل على فريقه. بعد مباراة كبيرة يستحق عليها التحية، يترك أرضية الملعب والسعادة واضحة على وجهه لردة الفعل الكبيرة من جماهيره. لاعب يغسل الكرة، تحكم ممتاز، ينطلق بالكرة، الله على المهارة. هذه اللقطة كرة ترفض الدخول بعد اختراق، تذهب بعيدة عن المرمى. يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح. الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. حسب تقدير الحكم 3 دقائق أخرى كوقت إضافي. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. تيكو كوستا. شوف الكرة من جديد، شوف الفرصة الخطيرة اللي كانت واللي صوبها بطريقة عشوائية بعيدة عن المرمى. مثل هذه الكرات ما تتكرر كثير في الأوقات المقبلة. الحكم يعلن نهاية المباراة بهدف نظيف. مواجهة كانت قوية لكن كانوا الطرف الأفضل فيها على مدار مباراتين، واستحقوا التأهل، وعلى الجماهير بأن تفتخر بفريقها وما حقق في هذه البطولة. أداء رائع حقيقة بالتأكيد، نضج كبير في التعامل مع مثل هذه المباريات. لعب مباراة بشكل جيد بصراحة، وظهر فيها بشكل لافت، وقدر يساعد فريقه على تحقيق الفوز. نجح في زيارة الشباك وتسجيل هدف في مباراة اليوم. إجمالا قدم مباراة جيدة وساهم في فوز فريقه. تدخل خاطئ وبالتالي صافرة، ممكن يكون فيها كارت أصفر. في منطقة الجزاء يفتك الكرة بامتياز. تصويبة باتجاه المرمى. فرصة مثالية، واحد على واحد، كم ممكن يقلص الفارق والعودة في هذه المباراة. رودريجو، كرة بينية فيها خطورة. هدف الافتتاح، الضربة الأولى، الاحتفالات تبدأ في المدرجات، اشتعلت الإثارة، قمة. كرة لكريزمان فيها خطورة. رودريجو، يا الله على هذه الفرصة، لو دخلت الكرة كان هدف عالمي. شوف الكرة المقصية، كان قريب من دور البديل لضخ دماء جديدة في صفوف الفريق. كريزمان، تيكو كوتين،
تسديدة قوية جدا بتمر بجانب المرمى، أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة. يفتك في مكان خطير راؤول خيمينيز. خيمينيز تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة، تصويبة باتجاه المرمى. إعادة تظهر بأن كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان. تسديدة تقدر تقول بين قوسين طائشة بصراحة. تيكو كوستا، شوف الكرة من جديد، شوف الفرصة الخطيرة اللي كانت واللي صوبها بطريقة عشوائية بعيدة عن المرمى. مثل هذه الكرات